تراجع ملحوظ بنسبة الحوادث المرورية إثر تطبيق نظام المرور الذكي بالاعتماد على الكاميرات والرادارات لرصد مخالفات السير. النظام المروري الجديد قلل من مخالفات السرعة العالية وعدم ارتداء حزام الأمان، فضلاً عن استخدام الهاتف النقال التي تعد أهم أسباب الحوادث الخطيرة. لاحظنا انخفاض جدا واضح من نسبة الحوادث المرورية في بغداد وباقي المحافظات، وخصوصا في بغداد بعد تطبيق نظام المرور الذكي. طبعا احنا دائما كنا نعاني من عدة مخالفات مرورية هي اللي بسببها تكون هذه الحوادث المرورية، ومنها استخدام الهاتف النقال، عدم امتثال الإشارة الضوئية، السرعة المفرطة، هاي المشكلة اغلب سائقي المركبات. تطبيق قانون المرور وتنظيم السير خطوة لاقت رضا واستحسان سائقي السيارات والمواطنين بشكل عام، لكونها حالة حضارية ومؤشرا على إنهاء فوضى المركبات وسط دعوات لتوسيع دائرة نشر كاميرات المراقبة والرادارات في عموم تقاطعات البلاد. رائع جدا، وهذا فتشي من الرقي والتطور، وشاهدناه بالدول، يعني سافرنا وشفناه بالدول، توفر لنا سلامتنا ورقينا مع المجتمع واحترام مع بعضنا بالشارع. شغلة نظامية وحلوة ومرتبة، واليوم النظام حلو وحالنا حال، خلينا نصير حالنا حال دول العالم. فتشي بالشارع حلو، الكل تلتزم، يعني ولا واحد زركيش ولا واحد طلع ولا واحد كذا، كلها منتظمة على الإشارة وهي لها ثواني. يعني شنو الثواني؟ ايش راح تحسب نفسك بازدحام؟ الالتزام الواضح بنظام المرور من قبل مستخدمي الطريق أسهم أيضا بانسيابية حركة السير، وغيرت من مظهر شوارع العاصمة بعدما كانت المخالفات المرورية مشهدا يوميا مألوفا تتسبب بازدحامات مرورية خانقة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.